دعونا نفترض أن لدي النقطة 3 مع سالب 4، أي ستكون 1 2 3 ثم 1 2 3 4 إلى الأسفل، هذه هي 3 مع سالب 4. ولدي أيضا النقطة 6 مع 1، إذن 1 2 3 4 5 6 ثم 1 هكذا، إذن 6 مع 1. في العرض الأخير وجدنا أنه يمكننا استخدام نظرية فيثاغورس إذا أردنا إيجاد المسافة بين هاتين النقطتين. نرسم مثلثا هنا وندرك أن هذا الوتر. في هذا العرض سأحاول إيجاد ما هو إحداثي النقطة التي تقع في منتصف الطريق بين هذه النقطة وتلك النقطة. إذن هذه المسافة، أي الخط الذي يصل بينهما. الآن ما هو إحداثي النقطة التي تقع بالضبط في منتصف الطريق بين الاثنتين؟ ما هو الإحداثي؟ إنه عبارة عن عدد، ولفعل ذلك دعوني أرسمه بشكل أكبر هنا لأنني أعتقد أنكم ستجدونه أمرا مباشرا جدا. في البداية تبدو وكأنها مسألة صعبة، دعوني أستخدم صيغة المسافة ببعض المتغيرات، لكنك سترى أنها واحدة من أبسط الأشياء التي ستتعلمها في الجبر والهندسة. دعونا نفترض أن هذا هو المثلث. حسنا، هذه هي النقطة 6 مع 1، وهذه التي في الأسفل هي النقطة 3 مع سالب 4، ونحن نبحث عن النقطة التي تقع بين هاتين النقطتين. ما هي إحداثياتها؟ تبدو صعبة في البداية لكنها سهلة عندما تفكرون بها بدلالة إحداثيات X و Y. كم سيكون إحداثي X؟ هذا الخط يوضح أن X تساوي 6. هذا هنا دعوني أفعل ذلك بلون داكن، هذا يوضح أن X تساوي 3. فكم سيكون إحداثي X؟ حسنا، إحداثي X سيقع بين إحداثيي X، هذا X تساوي 6 وهذا X تساوي 3، سيكون بينهما. هذه المسافة ستكون مساوية لهذه المسافة، إحداثي X سيقع في المنتصف بين الثلاثة والستة. ماذا نسمي العدد الذي يقع بين الثلاثة والستة؟ يمكن أن نسميه بنقطة المنتصف، أو يمكن أن نسميه المتوسط أو المعدل، أو كيفما شئت أن تسميه. وحتى نجد النقطة التي تقع في منتصف الطريق بين 3 و6 نقوم بإيجاد هذا، 3 زائد 6 تقسيم 2 ما يساوي 4.5. إذن هذا هو إحداثي X وهو 4.5. دعوني أرسم هذا بيانيا، 1 2 3 4.5، وكما ترى فهي تقع بينهما، هذا هو إحداثي X. الآن وبنفس المنطق فإن إحداثي Y سيكون في المنتصف بين Y تساوي سالب 4 و Y تساوي 1، سيكون بينهما، هذا X، وإحداثي Y سيكون بين y تساوي 1 و y تساوي سالب 4. إذا نأخذ المعدل، 1 زائد سالب 4 على 2، هذا يساوي سالب 3 على 2، أو يمكن أن نقول سالب 1.5 في الأسفل، 1.5 تقع بالضبط هنا هكذا. ونأخذ معدل X ونأخذ معدل الY، أو ربما يجب أن أقول أن المتوسط يكون محددا أكثر، متوسط من النقطتين، وستحصل على نقطة المنتصف لهاتين النقطتين، النقطة التي تقع في منتصف المسافة تماما بينهما، إنها نقطة منتصف الخط الذي يصل بينهما. إذن الإحداثيات هي 4.5 مع سالب 1.5. دعونا نحل المزيد،
هذه في الواقع ستجدها مباشرة جدا، لكن حتى تستعرضوها دعوني أمثلها بيانيا. لنأخذ النقطة 4 مع سالب 5، إذن 1 2 3 4، ثم ننزل إلى الأسفل 1 2 3 4 5، إذن تلك هي 4 مع سالب 5. ولدي النقطة 8 مع 2، إذن 1 2 3 4 5 6 7 8 ثم 2، إذن 8 مع 2. إذن ما هو إحداثي نقطة المنتصف لهاتين النقطتين أو النقطة التي تقع بينهما؟ حسنا، نأخذ معدل الواي ونأخذ معدل الإكس. إذن نقطة المنتصف ستكون قيم إكس ستكون 8 زائد 4 على 2، ولدينا قيم واي وهي 2 زائد سالب 5 على 2، كم يساوي 12 على 2 تساوي 6، و2 ناقص 5 تساوي ناقص 3 على 2 تساوي 1.5. إذن هذه هي نقطة المنتصف، فقط نأخذ معدل الX ومعدل الY. دعونا نقوم بتمثيلها حتى نتأكد من أنها تبدو كنقطة منتصف. 1 2 3 4 5 6 مع سالب 1.5، نعم تبدو جيدة، يبدو أنها تقع في منتصف المسافة بين هذه النقطة وتلك النقطة. الآن هذا كل ما عليك تذكره، أن تأخذ معدل أو متوسط الإكس أو تجد إكس التي تقع بين هاتين ومعدل واي فتحصل على نقطة المنتصف. وما سأوضحه لكم الآن موجود في الكتاب المدرسي. إذا كان لدي النقطة إكس واحد واي واحد، حسنا سأكتبها باللون الأصفر، إنه لمن المتعب تغيير اللون دائما. ثم لدي النقطة X2 Y2، العديد من الكتب ستعطيكم شيئا يسمى بصيغة نقطة المنتصف، وأعتقد أنه من السذاجة أن تحفظوها، لكن تذكروا فقط نحن نأخذ المعدل لكل من Y و X فنجد نقطة المنتصف. إذن نقطة المنتصف، ما يقال هنا بالفعل هو نقطة المنتصف، ربما سأسميها بهذه الطريقة، إنني أحسن التسميات. نقطة المنتصف X ونقطة المنتصف Y تساوي، وسيعطونكم هذه الصيغة X1 زائد X2 على 2 ثم y1 زائد y2 على 2، ويبدو أن عليك أن تحفظها. لكن كل ما عليك أن تقوله هذا عبارة عن معدل أو متوسط لهذان العددان، إنني أجمعهما ثم أقسم على 2، نجمع هاتان مع بعضهما ونقسم على 2، وبذلك أحصل على نقطة المنتصف. هذا كل ما يتعلق بنقطة المنتصف.